خير مازال 4 ساعة ولا أقل في عمر البرنامج. اليوم خصصناها تغطية خاصة للانتخابات التشريعية في دورها الثاني اللي بيصير نهار 29 جانفي. حبينا نعطيو فرصة لكل المترشحين عن دائرة نابل واحد باش يعرفوا برواحهم بالبرنامج الانتخابي متاعهم. معنا عبر الهاتف السيد أحمد بن محمد بن عبد القادر مترشح عن دائرة نابل واحد باش يحكينا على برنامجه الانتخابي يعرف بروحه. ألو عسلامة. اهلا بيك وبكافة مستمعي راديو كافا فام. يعيشك مرحبا بيك، ان شاء الله نهارك زين ويوم سعيد. معكم زين وبك لو حليب. امين يا رب ان شاء الله، ان شاء الله زينه، ان شاء الله يوم جمعه مبارك على الخير. امين الكل. امين يا رب ان شاء الله، ربي يرحمنا زاد بالغيث النافع، نستناو ديما في الامطار. سي احمد، ان شاء الله الانتخابات باش تصير في دورها الثاني نهار 29 جانفي، عندك مده زمنيه مده 4 دقائق باش تعرف فيها روحك وببرنامجك الانتخابي، اتفضل. شكرا. احمد مطيبة 38 سنه، متحصل على الاستاذيه في الاعلاميه. مانيش باش نعاود نقراكم السي في نتاعي كيما برشا عباد، مش راكم اهم النقاط اللي هو الحاجه اللي هو القيادي بحكم اللي انك ترعرعت في الكشافه التونسيه وشديت عديد مناصب في الدوله وفي القطاع الخاص والقطاع العمومي، بما فيهم كنت مسؤول على شركه ليدر سيرفيس الانشطه البتروليه. على خاطر النائب اليوم ماهوش سلطه تنفيذيه، بل النائب بطبيعه الحال هو ممثل الشعب وصوته، هذاك علاش في برنامجي مش باش تلقاو عود ضيفه من قبيل احداث وانشاء وبناء واللي هي بطبيعه الحال مهمه السلطه التنفيذيه، بالعكس مش تلقاو مجموعه من المطالب اللي نابعه منكم واللي باش نحرص على الدفاع عنها والدفع والتنسيق من اجل تحقيقها، وهذاك علاش اغلب النقاط اللي في برنامجي تبدا بكلمه المطالبه به والدفع نحوه. بالنسبه للمجال السياسي، إعادة المكانة الحقيقية لمدينة نابل على المستوى الوطني كمركز لولاية من أهم الولايات عبر تمثيلها بنسبة أكبر من قبل متساكنيها في كل المحطات والاستشارات السياسية للبلاد، كذلك توفير تطبيقها لصبر آراء متساكني المدينة في المواضيع المتعلقة بالشأن السياسي والتعاد بالإيصال إلى الحكومة وعرض على مجلس نواب الشعب والدفاع عنها ومتابعة تنفيذها، دعم اللامركزية والعمل لإعطاء استقلالية أكبر للجهات من خلال الإسراع بتركيز المجالس الجهوية والمحلية. بالنسبة للمجال الاقتصادي، التنسيق مع الإدارات الجهوية والمركزية لتسهيل الاستثمار بالمنطقة وتبسيط الإجراءات وحلحلة الإشكاليات العالقة والنبذ البيروقراطية المقيتة ومكافحة الفساد، كذلك الدفع نحو تثمين المخزون السياحي لمدينة نابل عبر خلق مسالك سياحية واضحة متجددة ومبتكرة، تهيئة الحي الصناعي من أبرز أولوياتنا بتشريك بطبيعة الحال جميع المتداخلين، صناعة، تجارة، صناعة تقليدية ونزول، كذلك المطالبة بترفيع حصة الجهة فيما يتعلق بالهجرة الشرعية وأصفية مزيد من الشفافية بخصوص إجراءات اختيار المترشحين من قبل الوكالة التونسية للتعاون الفني، كذلك المطالبة بترفيع حصة المدينة بخصوص برنامج رائدات الذي يعنى ببعثات المشاريع الصغرى والمتوسطة والحرفية، المطالبة بالترفيه في حصة المواد العلافية المدعمة بما يفي بحاجيات قطاع الفلاحين في نابل. بالنسبة للمجال الاجتماعي، أول نقطة هي الأمن، تعميم التجربة النموذجية بالنسبة لمراكز الأمن والدفع من أجل نيل مدينة نابل حصتها الكافية من الوسائل والموارد البشرية لتحقيق الأهداف الأمنية. على سبيل الذكر بعث مركز أمن بمنطقة حي الوفاء. بالنسبة للتعليم، المطالبة بتعديل الكفة بالنسبة للموارد المرصودة لصيانة وتهيئة وبناء القاعات بالمدارس والمعاد لإرجاع هيبة المؤسسة التربوية. بالنسبة للقطاع الصحي، المطالبة بتغطية النقائص البشرية والمادية، أطباء الاختصاص على سبيل الذكر والحرص على إيلاء كرامة المواطن والإطار الطبي الأهمية المطلقة. بالنسبة للقطاع الرياضي، المطالبة بتوفير ملاعب الأحياء بنسبة كرة السلة وكرة الركبي نظرا لما تنعيه هذه الرياضات من دور في تأطير الشباب وحمايتي من الانحراف والحرص على إعادة تهيئة القاع المغطاة ببير شلوه وقاعة الشاطئ. بالتوفيق. بالنسبة للمجال الثقافي، المطالبة بإعادة تهيئة المنشآت الثقافية وتحسين جودة خدماتها والمطالبة بترفيع حصة الجمعية الثقافية من التمويل العمومي. كذلك توفير مواطن شغل للعائلات المعزة على سبيل الذكر من خلال الدفع من أجل إعادة تهيئة سوق نابل وتعطيل طريق التسييب والحرص على متابعة التوزيع العادل وتكافؤ الفرص عند إسنادها. بالتوفيق ليك ولكل المترشحين، ندعي الشعب التونسي لأنه يكون مقبل على الانتخابات كحق حقه باش أنه يمشي يمارس الحق هذايا، كذلك واجب نحو الوطن نتاعو باش يختار المترشح اللي راه
مناسب لي. اليوم هكم تعرفتوا على بعض المترشحين عن دائرة نابل الواحد، هذه كانت تغطية خاصة للدور الثاني من الانتخابات التشريعية. هذه كانت حصتنا لليوم من حكاية الناس، نتلقاو إن شاء الله يوم الاثنين، حصة في أسبوع جديد، حصة جديدة من الاثنين حتى الجمعة في نفس التوقيت من الصنهار حتى الماضي ثلاثة، معايا أنا رجاء الفرجاني. إن شاء الله باش تكون الحصة مخصة على الهجرة النظامية اليوم نهار الاثنين، عفوا باش نحكيو على الهجرة النظامية، إن كيفية معناتها إن تكون مقننة منظمة. اليوم خلينا نوقفوا نزيف الهجرة الغير شرعية، نوقفوا نزيف قوارب الموت، صغيرة شبابنا مشي ويخمموا في الهجرة نحو البلدان الأخرى، نحو الغرب، نحو البلدان أوروبا، بحث عن فرص الشغل. اليوم شنية البرامج التكوينية اللي تكون معناتها موجهة للهجرة المنظمة؟ اليوم خلينا حتى نحكي صحيح خلق فرص الشغل في بلادنا، نتمنى وأنه تكون تونس خير وتكون شبابنا كفائتنا تقعد في تونس، لكن اليوم إذا اضطر ويحب هذا كحق معناتها لأي مواطن يحب يهاجر ويحب يحسن من مستواه، هيت نعرفوا شنية الهجرة المنظمة. استنونا نهار الاثنين هذا باش يكون موضوعنا إن شاء الله. نشكر أنور بن حسونة في الإخراج، أمين بن إبراهيم في الخراج الرقمي، رجل فرجاني تقول لكم إلى اللقاء.